الاعلاميه راه هي كتشرف بلادنا وكتمثل البلاد ديالنا بصوره زوينه. ما تنجمعش ما بين السياسه والفن هاد الساعه، غير السياسه يعني ما عنديش الوقت للفن. من غير المسلسل في المصبع اللي كانت فيه المده شويه قليله، كان 4 حلقات اللي الحمد لله توفقنا باش نقدروا نديروه في العطله اللي كانت عندي. يعني ما يمكنليش بطبيعه الحال كنحضر، يعني انا ممثله ديال الامه، الا ما كنتش غادي نحضر في قبه البرلمان علاش غادي نمشي ليها؟ فهمتي؟ انا مع وضد، يعني انا مع ان النائب البرلماني خاصو يحضر لانه كينوب على على على, على الامه، وضد لان تم ذكر اسماء كانت موجوده، يعني كان وقع واحد الغلط وتذكرات اسماء ديال الناس موجودين. كذلك كنعرف انا واحد النائبه اللي يلاه ولدات، يعني كاين ظروف، فهمتي، كاينين الناس متغيبين للاسف كانوا حاضرين ذاك النهار. هذه انا فاش ضد بطبيعه الحال. الحكومه خدامه وباقا كتخدم وغتخدم، علاش ما خدامهاش؟ خدامه الحمد لله. شوف الفنان راه ما تيموتش، يعني انا واخا ندير 70 عام راني غادي نبقى كنخدم، يعني الفن ما عنده فن غادي يمشي تنساليو العمل ديالنا السياسي ان شاء الله، وغادي نرجعوا له الا بغى الله. شكرا.